بعض المشاكل المادية كالعادة تخيم على النادي الإفريقي، وآخرها الشكوى الأخيرة من المدرب السابق منصر لحيشي بهيئة الإفريقي، ويطالب تقريبا بنصف مليار من المليمات. يقول لك هذه مستحقاتي، تفند وتكذب هيئة الإفريقي، تقول لك ما عندوش هالأرقام الكبيرة هذه اللي يحلم بها منصر لحيشي. قراءتك؟ والله بالنسبة لسي منصر لحيشي، أنا هو ابن النادي ومش غريب على النادي الإفريقي، لكن يعني هو من حقه باش يشكي، هو حقه، هذا حق مكتسب والله. لا من حقه، فهمتني؟ هو لا، هو حق قانونيا، هو من حقه، لكن انا نستغرب. اما انا كان انت ولد النادي الافريقي ربيتك النادي الافريقي، وكان مش من النادي الافريقي ما يعرفك حد، تشير شي سوليسيون لاميابل جمعيتك هذه، ما تقول جمعيتي وما جمعيتي وما جمعيتي ونعمل وجمعيتي. صور شويه من النادي الافريقي منصر سي عبد الباقي وقت اللي ما يعرفوا حد، وقت اللي هو قيمته كمدرب ما تسواش مليون في الشهر، صور في النادي الافريقي بعشرات الملايين كمدير رياضي. شوف انا اقول لك حاجه، انا راهو بكري نحكي عنه كلام جميل، الافريقي لولا الافريقي راك ما تسوى شيء. يا سي عبد الباقي، شو انا نحكي لك كحق، هو كشخص قانوني، حق قانوني، لكن بالنسبة لي أنا، أنت تتعامل مع أمك في القانون، لكن تشارجي سوليسيون لاميابل، ما خليتنيش نكملها. كان عندك ملاعبية كلعيفة وغيره تنازلوا على المئات الملايين. خلينا نكملها سي عبد الباقي، تفهم أنا وين ماشي بالضبط. الله غلط نرفز، سامحني. لا 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 لا، نحترم رأيك سي عبد الباقي، أنا قلت لك قانونيا نعطيه كشخص من حقه، لكن بالنسبة لي هو كالنادي الإفريقي بالحق مش من حقك كونك انت تشكي بها في ظروف كيما كي، وانت تعرفها كان جات في ظروف مريحه والله يقول صحه فرحه بتاتر ممكن، اما انت تعرف اللي النادي الافريقي في مازق وفي مشكل مادي، جي انت يعني باش تعمق به، تعمق يعني الازمه في النادي الافريقي. هنيه سؤال، يعني انت كمتصر الوحيشي يعني ابن النادي الافريقي ما حبيتهاش منك يعني في الظرف هذايا في الوقت الحالي تكون الشكايه بتاعك للنادي الافريقي؟ واضح.